من كبار المفسرين والمؤرخين الإمام العلم المجتهد محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري، ولد سنة 24 و200 في طبرستان، ونشأ بها وأخذ عن علمائها. قال الطبري عن نفسه: حفظت القرآن ولي 7 سنين، وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين، وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين، ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معي مخلات مملوءة حجارة وأنا أرمي بين يديه. فقال له المعبر: إنه إن كبر نصح في دينه وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. أكثر الطبري من الترحال، فرحل إلى الري ثم بغداد والبصرة والكوفة ومصر. روى عن أحمد بن منيع وهناد بن السري ومحمد بن المثنى وغيرهم، وروى عنه أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم 3، وأبو بكر الشافعي، وأبو أحمد بن عدي، وغيرهم من العلماء. قال الذهبي: كان ثقة صادقا حافظا، وكان من أفراد الدهر علما وذكاء وكثرة تصانيف، قل أن ترى العيون مثله. وقال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، فكان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. له مؤلفات كثيرة شهيرة، منها التفسير المشهور جامع البيان في تأويل آي القرآن، وتهذيب الآثار، وصريح السنة، وتاريخ الأمم والملوك، والتبصير في أصول الدين، وغيرها من الكتب العظيمة والنافعة. قال أبو حامد الإسفراييني: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرا. توفي الطبري رحمه الله عشية 1 ليومين بقيا من شوال 1300 من الهجرة، عن 86 سنة. رحمه الله ورضي عنه.